ياسر حدثني عن وضعك، عن جاهزيتك، لا زال ياسر قاسم يرغب بتمثيل المنتخب الوطني رغم ما حدث، كونه هو مو منتخب نبيل ولا منتخب ياسر، هو منتخب 40 مليون عراقي ما عدا الأشخاص اللي بالخارج. انت تسمعني؟ أسمعك أسمعك. والله اني جاهز، انه سمعت المنتخب حطوني بهذا يعني التسجيل مال اللواعب والاسماء، قائمة الأسماء. فراحت قائمة الاسماء، فراحت هواية، وان شاء الله ابقى وياهم يعني على روحة، يعني الأسماء أبقى وياهم على روحة اللعبات الجاية ضد لبنان والإمارات. وأني جاهز، يعني لعبنا أول لعبة مال الدوري الاثنين، وتعرف الدوري العراقي يعني بالبداية صعوبة كل الفرق تكون يريدين يفوز. صعبة. إيه صعبة صعبة، بس يعني كان احنا شوية سهلنا اللعبة بس صعبناها، بس جبنا الفوز، وكأنه نفسي يعني مرتاح، ويعني كلش فرحان انه واصل مرحلة انه اقدر العب ال90 دقيقة بقوة واساعد نادي تمام صاخور. ياسر، أول ما لعبت للمنتخب الوطني، ياسر أول ما لعبت للمنتخب الوطني وأعتقد ببطولة آسيا، لا أنا أقصد عن أدائك في بطولة آسيا، الجمهور كله تحدث أنه إجا بديل لنشأة أكرم، إجا بديل لقصي منير، أكو لاعب اليوم أخذ مكان، ظل فترة ياسر قاسم يقدم أداءات جيدة جدا، بعدها نوعا ما أداء ياسر تغير، شنو السبب ياسر؟ ضغوطات، مرتاحيت، أكو أمور أريد توضح لي إياها. أعيد لك السؤال؟ لا لا اسمع، والله اوضح لك يعني كل الزين. اني الجديد اللي اريد انه اسوي زين للمنتخب، والقبل انساه يعني ننساها، لانه ان وقت مهم بعد، ما حد يصغر، تمام انا ما دا اصغر، الكل تمام دا يكبرون، بس وانا خبرتك شفت تكبر ياسر، خبرتك تكبر، يعني انت من جيت احنا توقعنا انت بعد ما تترك هذا المكان، ياسر قاسم اخذ مكانه وقدم اداء جيد. اي بس مرات يعني اشياء تصير مو بايدك، بس تقدر تسويها انه تتمرن صحيح وتلعب صحيح وتحلم. انا ما انسى الحلم انه البس التيشيرت مال العراق واصعد المنتخب واصعد الاسم مال العراق بالعالم. تمام فالحلم مالتي ما يوقف، كل تمام يوم احلم انه ياسر، بهذا الحلم. انا ترى اعرف انت ذكي وتجاوبني بدبلوماسية، لكن اريد اسألك سؤال حتى انتقل لوالد احمد ياسين. ياسر بصراحة ليش تركت المنتخب الوطني في وقت سابق، وبالاخص بوقت الكابتن راضي شنيشل، وايضا تركت المنتخب الاولمبي مع الكابتن عبد الغني شهد، ربما هاي علامة استفهام، احنا اليوم كنا محتاجيك، شنو خلاك تتركنا؟ أنا حاكي بيها قبل، بس الآن أريد وأقدر أحكي بصراحة. بيها، أنا أقدر أحكي بيها كل يوم، بس أكو أشياء برا الملعب يعني مو بروفر كل مرة قاسم لازم تقدمها للكل. يلا 10 هي دقائق هاي الشغلة لازم أنت تصير يعني كأنه لاعب بروفيشنال، وأني بروفيشنال، وأني هسه أريده انه اقدم للنادي صاخور واقدم البلدي. ياسر، السؤال والقبل هو ليش وصار طلعت؟ يعني صارت عليك مضايقات؟ تعاملوا وياك بطريقة تكبر، بطريقة أخرى؟ حتى اليوم الجمهور يعرف يا ياسر، أنت اليوم لك جمهور كبير بالعراق. حبيبي، اخذ هذا البريشر، اخذ هذا البريشر.
ما يعني ما يهم هاي اخذها. اذا احنا بدنا لعبه وده نخسر 1-0 هذا البريشر اخذه يعني على هذا ما احنا الضغط، هذا الضغط يصير عليك. اي هذا الضغط حيصير عليك، وشنو اصعب من الضغط مان اذا تخسر 1-0 و40 مليون عراقي دا يباعك لو 30 مليون عراقي دا يباعك، هذا اكبر ضغط. بس انا اخذه فبرا الملعب وبالملعب اخذه، اهم شيء الي انه اسوي الحلم مالتي واصعد المنتخب، الاسم تمام المنتخب والناس والجمهور يفرحون انه اني دال العب لهم. تمام.